اسمي مونيكا فؤاد، عندي 28 سنة، اتخرجت من كلية فنون جميلة قسم تصوير زيت. حاليا بشتغل رسامة ومدرسة رسم للأطفال والكبار. أنا اسمي كاترين هاني، أنا 29 سنة، اتخرجت من فنون جميلة قسم تصوير زيت، وبعد كده اشتغلت في إني أبتدي أبيع لوحات وبرضو بعلم أطفال الرسم. الفكرة جت من إن أنا كنت بشوف إن خشب الشجر حاجة مش مستغلة أو إنها بتتقطع وبتترمي، فأنا فكرت إن أنا أجيب خشب الشجر وأعمل بيه حاجة الناس تستفاد بيها، سواء لوحات أو حاجات قطع في البيت الناس تستخدمها زي المقلمة مثلا تحط في المكتب، أو إن أنا أعلق عليها المفاتيح. عملنا منها كوسترز، عملنا منها حلقان. أكتر حاجة طبعا علقت مع الناس كان رسم البورتريتس. إحنا ابتدينا إن إحنا كنا عايزين إن إحنا نبقى بنرسم على فكرة، يعني حاجة جديدة، عشان إحنا كنا متعودين إن إحنا نرسم في الكلية على توال اللي هو القماش مشدودة على رتم الخشب، فكنا حابين إن إحنا نعمل حاجة أرتستيك تتحط في البيت سعر رخيص، ما تكونش مكلفة، لأنه معروف إنه التوال وال يعني المنتجات الفنية بتبقى سعرها غالي. فكان هدفنا إنه أي حد نفسه يبقى عنده قطعة فنية في بيته تبقى سعرها رخيص تتحط، ما يبقاش لناس معينة كاتيجري معين، لأ تبقى لكل الناس. فكنا حاسين إن خشب الشجر شكله لوحده حلو من غير ما نحط له أي حاجة، لما بنحط له كمان أي رسمة بيضيف لي شكل احلى. فكانت فكره حلوه، يعني كذا حد كان يشوفها لا دي فكره جميله، ايه ده كويس ان انتوا ابتكرتوا الفكره دي، ما جاتش في دماغنا، يعني لقينا انها ليها صدى حلو قوي مع الناس وابتدت انها الناس بتشتغل. احنا بنشتغل على كل انواع الخشب تقريبا، بس يمكن افضل الانواع كان نوع اسمه زنزلخت او في خشب في سرسوع وفي زيتون. هي كل شجرة بحسب اسمها، يعني على حسب الزرعة بتاعتها، فدي كانت أفضل أنواع للخشب، بس يعني أفضلهم بيبقى الزنزلخت من حيث أنه هو مش بيتأثر قوي بالعوامل الجوية. يعني عامة أي رسم في الدنيا حتى لو باظت، يعني الرسمة كلها اتدمرت، أنت تقدر أنك تمسحها وتعيدها تاني من أول وجديد، أو حتى لو حصل فيها أي دروب أي حاجة غلط سهل جدا أن أنت تصلحها. مثلا طبيعة الألوان الزيت انها مش بتنشف على طول، فانت تقدر انك انت حتى تمسح اللي انت عملته وتعيده من اول تاني. حتى لو ألوان أكريليك سهل برضو، الألوان الأكريليك بتنشف بسرعة، بس سهل ان حتى تتغطى من اول وجديد، حتى لو فيها مثلا حاجات بارزة او حاجات بتبرز مع الرسم تقدر ان احنا نصنفرها وبعدين نعيد الرسمة من اول وجديد. هو كمان في حاجة هي في خاصية الألوان الزيت في الطريقة التكنيك بتاع التلوين بتاعها، عكس مثلا الرصاص. الرصاص لازم تبتدي مثلا بدرجة خفيفة وبعدين بنبتدي ان احنا نبقى بنتقل، عشان ما بنعرفش نرجع للخطوة اللي قبلها بسهولة. لكن الزيت بيبقى طريقة الشغل بتاعه بنا، يعني بنبتدي بطبقات فوق بطبقات فوق طبقات، فالطبيعي الطبقات دي مع واحنا بنشتغل هي بتتغير، فلو حصل اي حاجه باظت مش عارفه باظت دي اللي هي يعني الرسمه نفسها مثلا ملامح او نسب او كده، ده باظ ده بيبقى سهل. لكن الخشب نفسه بنعرف نعالجه، حتى لو حصل شرخ وهو اوريدي مثلا مرسوم برضو بنعرف بنعالج، يعني بنقفل الشرخ ده الاول، بنقفله خالص ما يبقاش كانه باين، وبعدين نبتدي نرجع نشتغل تاني كانه شبه ترميم شويه، يعني بنرجع تاني نحط كل حاجة تانية مكانها وبترجع كأنها ما حصلهاش حاجة. ففكرة ان التميز ان انا اعمل لحد دلوقتي بعمل لوحة بسعر بسيط، دي حاجة برضو من الحاجات اللي تميزنا في شغلنا، ان احنا بنقدر نعمل حاجة فعلا هي ممكن تتقدر بشكل اكبر من كده بسعر اغلى من كده، بس احنا بنحاول ان احنا نوازن ما بين الفن وان احنا نبقى بنوصل للسوق، يعني دي اهم حاجه عندنا.